اولا قبل القراءه تنشكروا الجماهير على الحضور على الدعم اللامشروط، تنشكروا كذلك السيد الرئيس السي الشرقاوي السي انس مرابط فريق عمله جنود الخفاء الطاقم التقني الاداري الطبي المسؤولين على الامتعه كل من يساهم بشكل يومي باش يوفروا لنا شروط الممارسه. اعترف بان تنشتغلوا في ظروف مثاليه واظن بانه هذا سبب رئيسي ومباشر في صحوه الفريق. بالنسبه للمقابله كنا ننتظروا باش تكون قويه لان ما كانش هامش الخطا للفريقين، ما كاينش كل فريق كان تيمني النفس باش تكون باش لحقاش ما كانش اقتسام النقاط حل من الحلول. كذلك ماتش سي بوان كما يقال. بالرجوع الى المباراه اظن انه سجلنا بشكل مبكر من حسن حظنا، هو نورمالمون في الكره كون تو مارك بلوتو لو ماتش سو كومبليك، حنا لا، لان السيناريو المنتظر هو خريبكا كانوا يخليونا الكره ويعتمدوا على المرتدات. من سجلنا مبكرا كانوا مجبرين باش ياخذوا الكره، هما اللي يبنيو، هما اللي لقاو الحلول، هما اللي يبحثوا على نتيجه على هدف التعديل. اظن انه حتى يعني الظروف المناخيه ما تسمحتناش في الشوط الاول لاننا لعبنا ضد رياح كانت قويه. في الشوط الثاني كنا متاكدين باننا غادي نلعبوا بالنمط اللعب ديالنا، هو البناء من ابارتيغ دو غارديان دو بوت، ذلك ما حصل. سجلنا مبكرا هدف جميل، ان بوت ديكول، جو فيليسيت اللاعبين. الهدف الثالث تيدل بان ويفند ما يشاع بان اللاعب المغربي غير قادر باش يلعب مقابلتين في الاسبوع. حنا هذه المقابله الثالثه في 10 ايام، نظن بانه فو كومبات هاد لي زيدي غوسو، هذا خطا شائع والعياء العياء بريء من كل هذه التهم. كانت تكون نتيجة أثقل، سجلنا 3 أهداف مشروعة وهدفين لم يتم احتسابهما بداعي شروط. أظن بأنه فريق أولمبيك خريبكا عنده عناصر جيدة، مدرب بخبرة كبيرة، طاقم في المستوى، ما كانش عندهم وقت كبير للتحضير، رغم أنه احنا استغلنا هذا المعطى. يعني من الصعب باش يفهموا فلسفة المدرب. من سوء حظهم كذلك بأنهم أول مقابلة كانت مع منافس مباشر وخارج الديار. أظن بأنه ملعب بنو بطوطة ملعب الرعب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. سنستعد بكل تركيز بكل بالجدية المعهودة باش نستقبله مرة أخرى فريق من عيار آخر بأسلوب لعب مختلف. فوالا فيليسيتاسيون او جوور وفخور بهم و دومان فوا كومونسي لو ترافاي. ما درنا حتى شي حاجه، خرجنا من الانعاش، مي بون حنا باقيين في منطقه الخطر. لي زوكازيون فرص ديال التسجيل اللي جات كانوا افيكاس عندهم، نتيجه الفرصه ديال التسجيل كي شفتوا، كانوا حنا عندنا دو زوكازيون بوت اللي كانوا يمكن يغيروا جرى المقابله، وحده في البوطو وحده مشى هو الحارس تبع الحارس. مي عامة ما سرقوش طنجة الانتصار. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.